مرحبا، صباح الخير لكم جميعا. في عنا مجموعة أخبار هامة بفيديو اليوم. بخبرنا الأول، في قرار عم تشتغل عليه أو عم يشتغل عليه الاتحاد الأوروبي، رح يتم في المستقبل تسريع الحوالات البنكية. مثل ما بتعرفوا نحن بالفترة الحالية لما بنعمل بنك إيبافايزونغ فبتطول الحوالة يعني من يوم ليومين تقريبا، يوم يومين عمل لحتى تصل للشخص المستلم. ولكن في المستقبل رح يتم إلزام جميع مقدمي خدمات الدفع بالإضافة للبنوك في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، الدول يلي بتستعمل يعني معاملات اليورو، يلي بتستخدم اليورو كعملة لها في الحوالات، فرح يتم إلزامهم يعني بإيصال الحوالة خلال 10 ثواني فقط، فرح تصير الحوالات سريعة جدا في المستقبل. طبعا نحن في عنا بالفترة الحالية كمان حوالات سريعة تدعى إشت إيبافايزونغ، ولكن هاي الحوالة في عليها جبوة يعني بياخدوا عليها عمولة شي 50 سنت 49 سنت تقريبا. ولكن في المستقبل لازم تصير كل الحوالات سريعة ومجانية، وبحسب قرار الاتحاد الأوروبي ولمنع عمليات الاحتيال يجب السماح للعملاء، لازم البنوك ومقدمي خدمات الدفع يسمحوا لعملائهم للمستخدمين بوضع حد أعلى للحوالات. الفكرة أن هن لازم يعطونا هذا الخيار بشكل سهل، لازم نحن نقدر لحالنا نغير الحد الأعلى للتحويل ونقدر كمان نغير هذا الحد الأعلى بسهولة. مننتقل لخبر آخر هام جدا أيضا، في حلاوة طحينية رح أحط لكم صورتها هون بالفيديو، تم استدعائها من السوق. طبعا الموزع سحب يعني الدفعات الملوثة، هاي الحلاوة ملوثة ببكتيريا السالمونيلا. طبعا يلي ما بيعرف شو هي السالمونيلا، هي عبارة عن بكتيريا بتصيب الجهاز الهضمي والأمعاء وبتسبب القيء والإسهال والحمى والشعور بالضيق، بتسبب كمان آلام في المعدة، فبتكون تنتبهوا من هاي البكتيريا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الضعاف المناعة وكمان بالنسبة لكبار السن. فيفضل انكم ما تتناولوا هاي الحلاوة في حال اشتريتوها، فيفضل انكم تتخلصوا منها. طبعا مو الكل يعني، في دفعات معينة فقط، رح احط لكم رقم الدفعة الملوثة او مواصفات الدفعة الملوثة، فقط هاي هي الدفعة المتضررة، فيما عدا ذلك يعني الدفعات بتواريخ اقدم فما فيها شيء اطلاقا. للتوضيح اكثر، هاي حلاوة طحينية بالفستق ماركت زونتات، على ما اعتقد هي ماركة تركية، مالي متأكد بالضبط، ممكن تكون بتنباع كمان بالماركت التركي وممكن كمان تكون بتنباع بالماركت الالماني. المهم انكم تبتعدوا عن هي الدفعة الملوثة تحديدا، وخاصة مثل ما قلت بالنسبة لكبار السن وبالنسبة للاشخاص الضعاف المناعة. فحبيت احطكم بصورة هذا الخبر الهام جدا لسلامتكم. مننتقل لخبر اخر سار جدا، في عنا هون بالمانيا هدية 100 يورو لكل شخص بيبلغ العمر 18 سنة هاي السنة 2024. كل شخص هاي السنة الحالية بيصل لعمر 18 سنة فرح يحصل على 100 يورو هدية من الدولة، من الحكومة الألمانية. الهدف من هال 100 يورو طبعا انه الشخص يروح يزور السينما مثلا او يروح يزور المسرح، يعني الموضوع يتعلق بالثقافة، هي عبارة عن هدية ثقافية، حتى اسمها كولتوا باس. كولتوا باس يعني جواز سفر ثقافي. فبتستفيدوا من هاي ال 100 يورو يعني من خلال تحميل تطبيق، راح احط لكم هون شكل التطبيق. هذا التطبيق موجود على متاجر جوجل بلاي ومتاجر اب ستور ايضا، فيكم تنزلوا هذا التطبيق ومن خلال الإقامة الرقمية أو حتى من خلال الهوية بتقدروا أنكم يعني تفعلوا الهدية 100 يورو. ممكن أعمل لكم عنا شرح تفصيلي في حال ما كنتوا يعني بتعرفوا هاي التفاصيل. طبعا في موقع كمان لهي الهدية، رح أحط لكم كمان هون شكل الموقع ورابط الموقع، فيكم تدخلوا على هذا الموقع كمان بيمشي الحال. هاي الهدية مثل ما قلت رح يستفيدوا منها كل الأشخاص اللي بيطبقوا عمر 18 سنة في السنة الحالية 2024، بأي وقت كان خلال هاي السنة كل شخص بيصل لعمر 18 سنة بيقدر يحجز هاي ال 100 يورو، وبيقدر الواحد من خلال هاي ال 100 يورو بأن يشتري كتب حتى وكمان أقراص مدمجة سيديات وحتى شال بلاتين يعني الأسطوانات القديمة كمان، وبيقدر الواحد من خلالها كمان يشتري تذاكر لحضور السينما ولزيارة المتاحف وحتى كمان لزيارة المسرحيات، حضور المسرحيات وكل شيء ثقافي. هي اسمها كولتوا باس يعني جواز سفر ثقافي، بيسمح لك تزور الفعاليات الثقافية هون بألمانيا. وطبعا بس تحملوا التطبيق وتدخلوا عليه وتسجلوا فيه، فيه بتضمنوا يعني جواته فيه عروض كتيرة فيكم تختاروا منها على راحتكم. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر الهام جدا يلي كتير يعني بيتجاهلوه أو ما بيعرفوه. فكل شخص بيبلغ عمره 18 سنة ضمن السنة الحالية 2024 فبيقدر
يحجز لحاله هاي الميت يورو ويشتري فيها الشغلات اللي بده اياها، طبعا فيما يتعلق بالقطاع الثقافي. مننتقل لخبر اخر هام جدا يتعلق بأزمة السكن. مثل ما بتعرفوا في عنا هون بألمانيا أزمة سكن حادة، والسبب يعني رح نوضح السبب والأسباب بحسب المستشار. المستشار شخصيا حكى عن هذا الموضوع. طبعا نحن بالعادة بنحط الحق على الحكومة الاتحادية، على حكومة إشارة المرور، وحتى على الحكومات السابقة بأن هن ما بيبنوا عدد منازل كافي. فنحن كشعب أو كسكان بهذا البلد بنصب دايما جام غضبنا على الدولة بأنه هي ما بتعمر شقق كفاية لحتى تستوعبنا كلياتنا بهذا البلد. ولكن الحقيقة بأنه الحكومة الاتحادية والحكومة المركزية، مو دفاعا عنهم طبعا، رح نقل لكم الصورة يلي يعني حكى فيها المستشار الاتحادي، في عوامل كتيرة عم تمنع الدولة أو عم تمنع الحكومة الألمانية من تحقيق الهدف. دايما هن في بداية كل سنة بيحطوا هدف معلن، الهدف هو بناء 400 ألف شقة سنويا من أجل استيعاب أزمة السكن، مع العلم أنه حتى 400 ألف غير كافي لاستيعاب الأزمة. ولكن حتى هذا الهدف ما بتقدر عليه الحكومة الاتحادية، ما بيقدروا يعمروا 400 ألف شقة سنويا. فالمستشار حكى بأنه الأسباب ليست يعني فقط الحكومة المركزية، مو أنه هن ما بدهم يعمروا المزيد من الشقق، وإنما في عوامل تانية. رقم واحد اللوائح البيروقراطية. بحسب المستشار بأنه في عنا هون بألمانيا كتير من القوانين يلي عم تمنع من تسريع حركة البناء، لهيك عم بيقول بأنه وزيرة الدفاع، وزيرة البناء عفوا، كلارا جايفيتس، عم تشتغل على تفكيك اللوائح البيروقراطية لحتى نحن هون بألمانيا يعني نسرع من حركة البناء. رقم اثنين، ارتفاع أسعار الفائدة. مثل ما بتعرفوا أسعار الفائدة ارتفعت كتير بالسنوات الأخيرة، وهذا الشيء حد من حركة البناء هون. حتى القطاع الخاص يعني الشركات الخاصة ما عادت تتعمر لأنه ما في جدوى اقتصادية. فكمان هذا سبب من الأسباب ذكره المستشار الاتحادي، وهو ارتفاع أسعار الفائدة، مع العلم أنه وقت كانت أسعار الفائدة رخيصة فهن كمان ما عمروا عدد كافي، يعني كان وقت كانت أسعار الفائدة رخيصة كان لازم هن يجددوا يعني هون بألمانيا الشوارع والجسور وحتى البنى التحتية القديمة بشكل عام، وأيضا يسرعوا من حركة البناء. رقم ثلاثة اللي هو موضوع البلديات، حكى عن مشكلة تتعلق في البلديات تحديدا وخاصة في الأراضي في المساحات. فقال انه هاي المشكلة يعني نحن ما لنا دخل فيها كحكومة مركزية ولا حتى حكومات المقاطعات، هذا امر يتعلق بالبلديات بتوفير مساحات للبناء. ففي كمان على ما يبدو مشاكل بتوفير يعني مساحات للبناء، وحط الحق بهذا الموضوع على البلديات، هذا الامر يتعلق بالبلديات يقع على عاتقهم. فهي الاسباب اللي ذكرها المستشار الاتحادي أولاف شولز بانه الحكومة المركزية بدها تعمر، ولكن في اسباب عم بتعيقها من تسريع حركة البناء، لهيك هن ما بدرو يصلوا للهدف يلي بيحطوه في بداية كل سنة. هذا كان شيء لفيديو اليوم، إن شاء الله أكون أفدكم بهي المعلومات. بنهاية الفيديو حابب ذكر بضرورة الاشتراك بالقناة، بتمنى لكم تدخلوا على قناتي على يوتيوب وتضغطوا على زر سبسكرايب اشتراك أبونين، وكمان تتأكدوا من أنكم مفعلين زر الجرس لحتى تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة. كل فترة ممكن يعني تلاحظوا إنه الاشتراك انشال من القناة أو حتى زر الجرس ما عاد مفعل، فبتمنى انكم كل فترة تدخلوا على القناة وتتأكدوا من هالتفاصيل. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء.